بقى عجبتك الصور؟ نهار اسود نهار اسود. فكرة الصور دي متصورة بكاميرا موبايل ومن بعيد، عشان كده بكسلها. يعني احنا تقريبا مش باينين قوي. يعني هو انا جايلك عشان تقولي احنا اتصورنا ازاي ومن انهي زاويه؟ احنا في مصيبه يا بني ادم، انت بتحس ولا ما بتحسش؟ وطي صوتك هنا، وطي صوتك هنا في مكانها. انا بس بحاول افهم احنا بنتعامل مع مين وازاي صورنا. وبعدين اهدي، لان احنا لو حسسناه ان احنا خايفين وان هو بيهددنا هنفتح على نفسنا باب مش هنعرف نقفله. اه، عشان نقفل الباب نقفل في السكه في وشه ونقول له يروح يبلغ عننا، صح؟ طب انا هعمل كده، ولو بلغ هننكر ونقول ما حصلش، ايه رايك؟ ننكر ازاي يا خالد؟ ورايي ايه بزفت ايه؟ مصورين فيديو، الراجل ده مصورنا فيديو. فيديو صح. بس هو ازاي صورنا فيديو؟ يعني هو كان فاتح الكاميرا ومشغل الفيديو وحاسس ان في حادثه هتحصل في المكان ده بعد شويه؟ ازاي يعني؟ ده اكيد اشتغلنا ازاي؟ اللي مخليك يفتح ويدوس على زرار التصوير ممكن جدا يكون دوس على زرار الفيديو عادي، احنا مش ضمننا. وبعدين ازاي دي بقى حضرتك تسالها له لما تبقى تقعد معايا؟ هم مين؟ لا انا مش قابل الشخص ده، انا استحال اقابله. ولا انت كمان هتقابليه؟ لا انا مش هقابل حد، ولا انت كمان هتقابليه. وبعدين انت شفتي شكله في كاميرات المراقبه بتاعت بيتكم؟ قعدت احاول واعمل زوم، هو كان لابس كاب كده ومنزلها على وشه ومفيش حاجه باينه. وبعدين احنا مش ضمننا ان الراجل اللي جاب الصور هو اللي بيكلمني في التليفون، ممكن يكون بعت حد تاني. والله بقى هو ولا مش هو مش هينفع نقعد معاه، لان احنا لو قعدنا مع حد يبقى احنا كده بنثبت ان احنا اللي موتنا الست، صح؟ لا مش صح، مش صح، لان الراجل ده معاه ادله ضدنا. مش هينفع ننفض له يا خالد، احنا هنروح نقابله انا وانت. ايوه بس انت عارفه ان ده معناه ان احنا هنعيش تحت رحمته طول عمرنا. ما اعرفش الراجل ده ممكن يطلب مننا ايه، ممكن يطلب مننا فلوس او يذلنا أو... وبعدين ايش ضمننا ان هو ممكن يسكت؟ ممكن يفضل يذلنا طول العمر ويفضل يجي لنا مره واثنين وثلاثه. بقول لك ايه، هاتي انا اكلمه، هاتي رقمه انا اكلمه وانا اتعامل.